السلام عليكم البنات ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات. كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله وبصحة جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم، وتكونوا كاملين بألف خير إن شاء الله. بغيتكم أي وحدة شافت هذا الفيديو ديالي تقول لي بأنها تخلي لي في رسالة أنها بخير وعلى خير، وغنبداو اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم التطبيق ديال الحصة ديال اليوم أو الدرس ديال اليوم. اليوم غندير لكم وردة بشكل آخر، بشكل كلها بتدوار المرمى، وريقات كذلك بتدوار المرمى، والخنيجرات نقدروا نخدموهم عادي، نقدروا نخدموهم بتدوار المرمى. غنبداو بالوردة أولا بسم الله وعلى بركة الله. شوفوا معي البنات الطريقة كيفاش كنحرك يدي في التدوار ديال المرمى، يعني حاولوا شوفوا الطريقة كيفاش كيتم التحرك ديال الإيد، يعني شوفوا الحاجة الإيد اللي كتحرك بزاف والإيد اللي كتخدم تحرك المرمى هي اليد اليسرية، يعني هاد اليد اليسرية هي اللي كتحرك المرمى، واليد اليمنية هي اللي كتثبت المرمى. هانتوما كيف ما كتشوفوا هكا، اليمنية يعني كتشد المرمى واليسرية كتدور المرمى بهاد الشكل هذا. شفتوا معايا؟ بحال هكا. هذه هي التقنية ديال التدوار ديال المرمى، يعني وحدة شادة ووحدة كتدور بحال هكا، يعني بحال كدير واحد دائرة. غنبداو بسم الله وعلى بركة الله. وانتوما كتشوفوا في الدرس وانتوما كتشوفوا في التطبيق، حتى شفتوا شي حاجة مرحبا وألف مرحبا. جاو ميساجات بزاف على التدوار ديال المرمى، وهنا هاد الأيام كلها معكم في التدوار ديال المرمى. شوفوا معايا اليمنية شادة واليسرية كتدور. اليمنية شادة بها واليد اليسرى هي اللي خدامة التدوار ديال المرمى، يعني هذه من الحوايج الأساسيين. وحاجة وحدة أخرى، الشدة ديال اليد كل وحدة وتشد بالطريقة اللي غتحس بها مرتاحة، كاين اللي كتشدها، كاين اللي كتسرح صباعها، كاين اللي كل وحدة والطريقة باش كتشد. هنا باش تعرفوا ان اليد اليسرية هي اللي كتحرك المرمى، نفس الشيء هنا حاولوا تلاحظوا، يعني حاولوا دائما تلاحظوا الحركه ديال اليد. شوفوا معايا هنا في الخنيجر كيفاش غنحرك اليد ديالي، تبان لكم اليمنية ديما ما عليهاش الخدمه، يعني اليسرية اللي كتحرك بزاف. شوفوا معايا كاين بعض الاحيان كيتحركوا بجوج، كاين بعض المرات كتحركيهم بجوج. حاولوا تلاحظوا الحركه ديال الايد ديال البنات، حاولوا تكونوا حيت بزاف الاخوات عندهم مشكله غير في الحركه ديال اليد، يعني ولا كتخدم الورقه، كتدور النص ديال الورقه كتدوره مزيان، وكتجي الجهه الاخرى كتلف ليها العبار ديال التدويره. انا ان شاء الله حطيت الوريقات، غندير لكم برمة كامله وريقات، يعني من وراء هذا الفيديو غتكون مرمى كلها ديال الوريقات. شوفوا معايا، شوفوا معايا، يعني
يعني غيكون سلسله ديال دروس تعلم ان شاء الله باش ان شاء الله غيحيد الحجر الصحي وتخدموا بالتدوير المرمي، يعني ما يجي فين يحيد الحجر الصحي ان شاء الله حتى تكونوا غتلقاو ان شاء الله رمضان وتخدموا تخدموا تدوير مرمى بكل سهوله. نخلي غير هذا اللون البنات ونزيد عليه الصم. غنخدم هنا الوريقات، شوفوا معي الوريقات، شوفوا معايا كنضرب في البلاصه ديالي وكندور المرمى. دائما حاولوا تلاحظوا الحركه ديال اليد. نكمل هادو هنا راه عادي، العليفات عاديين كيف ما كنخدموا العليفات دائما. غنقرب لكم الصوره، يعني العليفات راه فيهم عده اشكال البنات، حتى العليفات فيهم اشكال مختلفه ديال العليفات. غنكمل معي ثاني هنا الوريقه كيفاش غنخدمها. كنوصل دائما لهذا الراس هنا، كنوصل هنا، هنا هو محور التدوير ديال المرمى، هنا فين كاين الخدمه ديال التدوير المرمى. واحد كاين اصبع دابا راه الاخوات كل وحده وفين عندها المشكل، كاين اللي عندها المشكل في التدوير المرمى في الورده، كاين اللي عندها المشكل في كتخدم الورده ما كتعرفش الوريقات. ان شاء الله غنحاول نعطيكم كل حاجه درس خاص بها. الوريقه غندير لكم رمى عامره بالوريقات تفهموهم. كمل معايا، شفتوا كيف جا؟ دابا غنبدل الصم، غنخدم ما تبقى بالصم. وحاولوا ما تخدموش غير تمرنوا بزاف المرات، يعني خدموا وردات بزاف المرات باش تقنوا التدوار ديال المرمى، يعني نخدم ونعاود نخدم ونعاود باش نتقن التدوار ديال المرمى. نستغلوا هاد القيتين حنا باركين في الدار، باركين نستغلوها في الخدمه. شوفوا معايا الخنيجرات، دائما دائما ملي يكون نخدموا الصم نشوفوا الممر ديالو من الميزان تاع الماكينه كيفاش جاي، يعني يكون معقود ولا شي حاجه راه ما كيبغيش يدوز. نحاول خنيجر عادي بلا تدوار مرمى بلا حتى شي حاجه.
الخنيجر كان يعني كناخذ واحد القياس بالنسبه للخنيجر كناخذ واحد العبار جات سليته خفيفه وفي نفس الوقت انيقه. تقدر تجي في سلسه تاع جلابه، تقدر تجي في قنيضيره، يعني كل واحد فاش كل وحده فاش توظف. رغم ذلك البنات راني الماكينه كيف ما كنقول لكم دائما راني غير محاوله معاها. وبهكا غنكون ساليت الحصه ديال اليوم وساليت الرشيمه تاعت اليوم. جات خفيفه او جات خفيفه وفي نفس الوقت جات راقيه في الشكل ديالها. كيبقى لكم اختياري، اما نخليها هكا اما نبتها. كيبقى دائما تزيين اختياري. كنتمنى الحصه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبوكم الدروس اللي كنزل لكم هاد الايام دائما غنقولها ونبقى نقولها، ما تنساوش اللايك، ما تنساوش تبارطاجيو كذلك رابط القناه. ولي اول مره يدخل القناه مرحبا و الف مرحبا، ما تنساش تابونا في القناه باش دائما يوصلوا الجديد مع ام عثمان زيدات. الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم طرز رباطي لم تكون مع ام عثمان زيدات.